السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. كنحتاج جوج باكيات ديال الملحة، ديت هنايا بانيو كيف ما كتشوفوا يكون كبير شوية، غادي نعمرو بالماء. ودابا ملي عمرت البانيو مزيان بالماء كيف ما كتشوفوا، غادي ناخد الملحة. عندي هنا جوج باكيات، غادي نكبهم في هذا البانيو. بالباكية الثانية دابا غادي نحرك حتى تدوب ليا هاد الملح مزيان. دابا ليا هاد الملح مزيان، غادي ندوزو للمرحله الثانيه. كاينه هنايا قراعي او قارورات بلاستيكيه كيف ما كانت، سواء ديال مناضة او ديال جافيل او حتى بيدوات بحال ما هادو كما كتشوفوا. ودابا عندي هنايا الدوات باش غادي نكب هذا الماء اللي ذوبنا فيه الملح في هاد القراعي، هادو نعمروهم كلهم. من بعد غنقول لكم الملحه شنو هو الدور ديالها. دابا غادي نبدا نعمر القراعي. من بعد ما عمرت القراعي ديالو كلهم بالماء المملح، غادي ندوز باش نحطهم في المجمد. الا ما عندكمش بحال هكايا قراعي فانتوما ممكن تستعملوا غير اكياس بلاستيكيه، غير المهم انها ما تكونش متقوبه من شي جهه. وعمروا هذوك الاكياس بالماء نفس يعني بنفس الطريقه. ودابا كيف ما كتشوفوا ضات القراعي ديالي في الفريكو، غادي نخليهم حتى يجمدوا مزيان ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا. كنحتاجوا في المرحله الثانيه السله ديال الغسيل كيف ما كتشوفوا، اللي تكون قريبه لهذا الشكل، يعني انتم كتشوفوا الشكل ديالها مشبكه مشبكه مشبكه. وكنحتاجوا الورق الالومنيوم كيفما كتلاحظوا. وغادي نبداو دابا على بركة الله ناخذ ورق الالومنيوم كيفما كتشوفوا، غادي نديرو في القاع. يعني غادي نغطيو به دوك الثقوب اللي في القاع. كما كتشوفوا انا غطيت به القاع دابا. غادي نغطيو تقريبا الثلثين ديال السله، يعني بقى لينا غير الثلث اللي وراء اللي باين. كنديرو دائما هاد الجهه هي اللي لامعه هي اللي الفوق.
غادي نكمل هاد البليصه هادي. كيف ما كتشوفوا هكذا كيولي غطينا ليها، خلينا غير الثلث ديال الثقوب هو اللي باين. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا باننا غطينا ثلثين ديال الثقوب ديال السله والقاع اللي لتحت كما كتشوفوا. خلينا الثلث هو اللي واضح. دابا غادي نجبد القراعي من الفريغو وغادي نديرهم في سلة الغسيل. كما كتشوفوا القراعي راني درتهم في وسط شبكه، يعني الشبكه ديال الغسيل. الهدف من الوضع ديال الملح في مع الماء فهو كيخلي ان القراعي ما تيذوبوش دغيا. غادي نجيب المروحه كيف ما كتشوفوا، هذه هي المروحه، غادي نوضعها الفوق من شفتوا فين وضعت المروحة فوق السلة على هذا الشكل، يعني سديت بها السلة من الفوق. هانتوما كيف ما كتلاحظوا وضعت المروحة من الفوق ودابا غادي نشغلها. وغادي يبدا يخرج لينا الهواء بارد جدا. دابا غنكونوا يعني حصلنا على واحد المكيف اللي اقتصادي كيف ما كتشوفوا، الهواء دابا كيخرج بارد من هنا، فعلا كاينه نتيجه صراحه، كيخرج الهواء بارد بزاف. هذه الفكره ماشي ديالي، هي فكره قديمه، غير انا يعني حاولت نبسطها ونخدموا يعني بحوايج اللي هما بساط بزاف بلا تماره بلا حتى شي مجهود. كما كتشوفوا الهواء كيخرج من هنايا بارد، ويعني القراعي راه ما غاديش يذوبوا دغيا، يعني غادي يصبروا واحد المده طويله بحكم ان الملح اللي فيهم فهو كيساعد انهم يبقاو مجمدين. فنتمنى ان هذه الفكره البسيطه يعني تنال الاعجاب ديالكم وتنفعكم ان شاء الله مع الحراره ديال الصيف، وبارطاجيوها مع الناس كاملين باش تعم الفائده ان شاء الله، والناس اللي ما عندهمش كليماتيزور في الدار يعني يستافدوا من المروحه ويتبردوا مع راسهم في الصيف. و الى عجبتكم الفكره ما تنساوش ديروا لي واحد اللايك باش تدعموني، وان شاء الله نجيب لكم افكار جديده ومفيده. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.